ضمن فعالية أسبوع الإمارات تبتكر، افتتح سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة فعاليات المعرض الخاص بالمشروعات الابتكارية التي قدمها طلبة الجامعة من مختلف الكليات. الطب والصحة والعلوم والذكاء الاصطناعي وغيرها من المجالات الحيوية كانت محور اهتمام المشاريع الابتكارية المقدمة هنا في جامعة الشارقة ضمن أسبوع الإمارات تبتكر، فتحت أنظار مدير الجامعة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي وعدد من أعضاء الهيئات التدريسية والإدارية. قدم عدد من الطلاب والطالبات أكثر من 30 مشروعاً فريداً من نوعه. هي مشاريع ذات تأثير على المجتمع، قام بها أبناءنا الطلبة، هدفها التواصل مع المجتمع، خدمته، تقديم حلول ابتكارية لمشكلات محلية وإقليمية. نتمنى أن يتم تفعيل هذه المشاريع، تطويرها لتصبح مشاريع ريادية بلمسات من أبنائنا طلاب جامعة الشارقة. المعرض الممتد حتى 21 من الشهر الجاري شهد تنوعاً في الأفكار الابتكارية والمشاريع، فهنا روبوت المرشد وإلى جواره نجد برنامجاً متخصصاً في تحديد المواقع الجغرافية. كما ضم المعرض تطبيقات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالمجال الطبي والصحة العامة والفنون والزراعة وغيرها من المشاريع والابتكارات التي تصب في خدمة المجتمع. عندنا اليوم سيستم وايد بسيط، وهو عبارة عن سيستم يكلف 3000 درهم حق 50,000 لتر تانك، يستخدمونه حاليا في المزارع لأن المزارع حاليا قاعدة تتغذى من مياه معالجة. هالمياه المعالجة فيها أمونيا، بكتيريا لا هوائية اللي هي تأثر على صلاحة النبات نفسه، على صحته، على نموه، على كل شيء. باختصار مشروعنا هو اكتشاف بكتيريا جديدة من جامعة الشارقة واسميناها الستريبتومايسيس شرجاهي نسبة الى مدينة الشارقة، وهالبكتيريا حتتسمى على مستوى عالمي، والهدف من هالمشروع هو انتاج مضادات حيوية جديدة لاستخدامها كدواء ضد البكتيريا المقاومة للأمراض والتي تعتبر مشكلة عالمية حاليا. نقوم باستخدام الطين لعمليات فحص المواد الثقيلة، ويستخدم أيضا كفلتر لتنقية المياه من المواد الثقيلة. فعاليات أسبوع الابتكار في الجامعة وفي يومها الأول شهدت تكريم المشاركين أصحاب المشاريع المتميزة، لكون هذه المشاريع تعمل على تحفيز الطلبة لخوض رحلة البحث عن حلول للتحديات بطرق غير تقليدية يكون أساسها الابتكار. أسبوع الابتكار في جامعة الشارقة يسلط الضوء على أحدث ما توصل إليه الطلبة والطالبات من أفكار وابتكارات تسهم في ترسيخ مكانة الدولة كمنصة ترحب بالمبدعين والمبتكرين من مختلف القطاعات. لأخبار الدار فايزة ضنحاني، الشارقة.